شهر على منح الثقة. السوداني يسير بخطى ثابتة في تحقيق منهاجه الوزاري، تصعيد بالحرب على الفساد وتركيز كبير على توفير الخدمات. يصادف اليوم مرور شهر على نيل حكومة محمد الشيع السوداني ثقة مجلس النواب، فترة أجرى فيها السوداني 100 نشاط واتخذ خلالها حزمة قرارات مهمة واقترب من ملفات كانت توصف بالحمراء ومنع الاقتراب منها. المزيد في سياق التقرير الآتي. حتى الصحي يجي ثاني يتوظف. الله يوفقنا على الخدمة هذه. 30 يوما على نيل حكومة السودان ثقة البرلمان، فترة قصيرة ولكنها شهدت اتخاذ حزمة من القرارات التصحيحية المهمة، كما فتحت من خلالها ملفات كانت توصف بالحمراء وممنوع الاقتراب منها. في 27 من تشرين الأول الماضي أصبح السوداني رئيساً للوزراء وقائداً عاماً للقوات المسلحة، ومنذ ذلك التاريخ أجرى السوداني 100 نشاط توزعت بين لقاءات دبلوماسية وسياسية وزيارات ميدانية وقرارات تخص مختلف القطاعات الحيوية التي تمس حياة العراقيين. وانطلاقاً من أول جلسة لمجلس الوزراء والتي عقدت يوم الجمعة لبعث رسالة مفادها أن الحكومة ستعمل ليلاً نهاراً، اتخذ السوداني قراراً يقضي بإلغاء القرارات الصادرة عن حكومة تصريف الأعمال، كما وجه بإعفاء مسؤولين كبار في مختلف المواقع الحساسة بالدولة، واختار بدلاء عنهم بما يتلائم والمنهاج الوزاري. ومن بين القرارات المتخذة خلال الشهر الأول من عمر الحكومة هو تسريع وتيرة إنجاز موازنة 2023 بعد عام خلا من الموازنة، إلى جانب توجيه وزارة المالية باستحداث الدرجات والعناوين الوظيفية لتعيين الخريجين الأوائل وأصحاب الشهادات العليا. توجيه يأتي كبارقة أمل بعد إغلاق باب التعيينات. ومن القرارات البارزة هو تشكيل فريق الجهد الخدمي والهندسي الذي أقره مجلس الوزراء بهدف التخفيف من المعاناة والنهوض بالواقع الخدمي، إضافة إلى فتح ملف المشاريع المتلكئة والتوجيه الصارم بسرعة حسمها بدلاً عن تقديم التبريرات. ولا تقتصر جردة حساب حكومة السودان بشهرها الأول على ذلك، بل يحتل ملف مكافحة الفساد أولوية قصوى في المنهاج الوزاري، حيث شكل السوداني هيئة عليا لمكافحة الفساد بهدف تسريع فتح ملفات الفساد الكبرى واسترداد الأموال المنهوبة واسترداد المطلوبين. وفي سياق ذي صلة بدأ السوداني الخطوات الفعلية لتنفيذ قانون إلغاء امتيازات المسؤولين في الدولة العراقية بعد أن وضع على الرف منذ عام 2019. وفيما يتعلق بالمحافظات المحررة، زف السوداني بشرى سارة بإلغاء العمل بالتدقيق الأمني ومحاسبة المقصرين الذين تقاعسوا عن تطبيق القرار الصادر منذ فترة طويلة.